نأمل إن هو يكون بيسجل حاليا. ريكورد ريكورد ريكورد. ماشي خلاص، هو غالبا بيسجل دلوقتي يعني. طيب هنتوقع لو نبدأ. أنا بس عاوز أتأكد إن قدام حضراتكم دلوقتي أو تي اللي هي ريدنج سب تيست. أتأكد بس لأن أنا مش خبرة في ال طيب يا باشا قدامنا اهو. تمام. طيب يا دكاترة، احنا اتكلمنا عن الليسننج المرة اللي فاتت، وقلنا ان الليسننج اهم حاجة فيه الاستراتيجي اللي انت هتتبعها. المحادثة اللي بتتم في الليسننج كده كده هتقودك الى التايم مانجمنت بتاعك غصب عنك، انت هتمشي مع المتحدث. بس القصة في ايه؟ هل هتلحق في الوقت اللي هو بيقودك فيه انك تلحق تجيب الاجابة ولا مش هتلحق؟ في الريدنج نفس القصة، التايم مانجمنت حاجة فيري كريتيكال، لكن في فرق بينه وبين الليسننج. الفرق الجوهري ما بين الاثنين ان هو بيسيبك براحتك. في الريدنج بيسيبك حضرتك والقطع والاسئلة، مفيش متحدث، مفيش قيادة للتايم بتاعك خالص، بيسيبك براحتك خالص. بس للأسف زي ما بنقول كده كله بيجي على دماغك في الآخر. يعني لازم تقسم حضرتك الوقت، لازم تبقى واعي للدقايق والثواني عشان في الآخر كله من وقتك. لكن هو بيسيبك براحتك خالص، الأسئلة معاك، القطع معاك، أنت اللي بتقود، أنت اللي بتقسم الوقت بتاعك. زي ما اتفقنا، زي ما اتكلمنا عن الليسننج، انا اتكلمت في الليسننج عن نقطتين. اول نقطه كانت الاستراكشر بتاع الامتحان عامل ازاي، ووضحت ان التايم فريم بتاع الليسننج اطول من التايم الرسمي اللي هو بيديهولك، وانك لازم تستغل كل ثانيه في الامتحان، وان التايم بتاع الانترودكشن واللي ممكن تستغله بيكون اطول حرفيا من التايم الفعلي الرسمي اللي هو بيديهولك. عشان كده اتفقنا على الكلام ده، وقلنا استراتيجي مطوله ومفصله، واصبح حضرتك لا ينقصك حاليا سوى البراكتس، الممارسه. تمام، عاوزين ندخل على طول في الريدنج عشان ما نطولش، لان السيشنز بتطول جدا، وانا عاوز اخليها حاجه كده صغيره بحيث ما تتعبش الناس اللي تسمعها يعني. طيب اولا هنتكلم عن الاستراكشر بتاع الريدنج. تمام، هستأذنكم بس لو حصل أي مشكلة، الصوت اتقطع تمام أو الشاشة اسودت أو ما إلى ذلك، يعني أنا متابع الشات، لو لقيت أي قولوا لي بس بشكل. خلونا نكمل نرجع لموضوعنا. هنتكلم عن الريدنج من حيث برضه الاستراكشر بتاعه بيتكون من إيه، امتحان الريدنج، ومن حيث الاستراتيجي أو الـ 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 الطريقة أو التكنيك اللي هنحل بيه. رقم واحد، لازم تعرف ان الريدنج بيتكون من 3 بارتس، بارت A و B و C، زي مين؟ زي الليسننج بالظبط. ده اول معلومه لازم تعرفها. تاني معلومه عاوزك تعرفها ان البارت A منفصل. الصوت فيه مشكله. طيب هل الصوت فيه مشكله للجميع ولا الدكتور؟ لا يا باشا، ممكن بقى صوت واضح تشيك من عندها، الصوت واضح. تمام. طيب لازم تعرف ان المعلومه الثانيه اللي عاوز اعرفها لك ان بارت A منفصل عن بارت B و C، بمعنى بينزل الورقه بتاع الاسئله بتاع بارت A، وبعد 15 دقيقه بالظبط بيسحبوا الاجابه بتاع بارت A والاسئله، وبعد كده بيدوك 45 دقيقة البارت B and C. يبقى قلنا معلومتين، رقم واحد ان التست ده 3 بارت A و B و C. المعلومة الثانية ان بارت A منفصل 15 دقيقة وبيلم الورق بتاعه، و B و C مع بعض 45 دقيقة. ده تاني معلومة لازم تعرفها. طيب تالت معلومة، تعال نتكلم عن التايم فريم بتاع الامتحان ده، لان اتفقت معاك ان الريدنج ما هو الا تايم مانجمنت فقط. اي بني ادم في الدنيا قادر على حل اختبار الريدنج ده بالكامل،
مش هينقص فيه غير حاجات بسيطة، لكن بشرط ان توفر له الوقت الكافي. المشكلة كلها ان الوقت ضيق مش اكتر من كده. طب تعال نتكلم في التايم فريم. بارت A اللي هو اللي انا فاتح الرسمة بتاعته دي، بارت A التايم بتاعه 15 دقيقة. طب بارت B وC، B وC مع بعض 45 دقيقة. كل ده احنا بنتكلم في مقدمة. بارت A الأسئلة بتاعته لو نزلنا تحت كده بعد القطع مش هنلاقي هنا الأسئلة، الأسئلة فرقة تانية. الأسئلة هنا طبعا مش هيفتح، لا فتحه. بارت ايه لو جيت تبص في الأسئلة بتاعته هتلاقيها كده زي ما انت شايف كده، اللي هي ايه؟ أكمل مش أكتر، يعني نقط وأنا هكتب في هذه النقط الإجابة. تمام؟ قد يكون دايركت كويشن منتهي بعلامة استفهام، وقد يكون كومبليت اللي هو بيجيب لك جملة ناقصة وأنا بكمل الجملة. تمام؟ طيب دول 15 دقيقة على بارت A. طب بارت B وبارت C اتفقنا هما 45 دقيقة. خلينا نكون منظمين بس عشان ما ندخلش في تفاصيل كتير ونقعد نتكلم كلام عام. تعالوا نمسك بارت A نخلص منه، وبعد كده نمسك بارت B وC نخلص منه. اولا بارت A ورقة الأسئلة غير ورقة الإجابة. يعني ايه؟ ورقة الأسئلة بيكون فيها اربع قطع، تكست A و B و C و D، اربع قطع. وورقة الأسئلة منفصلة اتفقنا عن ورقة الإجابة اللي هي دي، وده لسبب وجيه، ان هو تكون معاك ورقة الأسئلة وورقة الإجابة الاتنين فاتحهم في نفس الوقت عشان تقدر تبص في القطع وفي نفس الوقت تبص ورقة الإجابة وتنقل، لا واضح، طب تمام، وتنقل الإجابات. ليه؟ هسه ما ينفعش احط لك الأسئلة دي في نفس الورقة اللي فيها القطع، فهتضطر تقلب الصفحة عشان تبص على القطعة وترجع تاني لورقة الإجابات عشان تحل فيها. فالسبب وجيه، هم عاملين إن دي الورقة، دي ورقة الإجابة منفصلة عن ورقة الأسئلة. تعال نبص في ورقة الأسئلة بتاعت بارت A، أربع قطع A B C D. تمام؟ حلو. منهم واحدة دايما بتكون جدول أو دايجرام. جدول زي ما حضرتك شايف كده، دايجرام يعني رسم تخطيطي. يعني مثلا اللوغاريتم مثلا بتاع الامرجنسي مثلا A B C، بعد كده واحد بيحصل له مثلا سفوكيشن أو ما إلى ذلك، هتلاقي لوغاريتم كده اللي هو الأول شوت فور هيلب، وبعد كده مش عارف تعمل إيه، وبعد كده كذا كذا كذا، بتبقى نازلة بصورة دايجرام. يبقى هتلاقي دايما قطع منهم إما جدول وإما دايجرام، وممكن تلاقي الاثنين، ممكن تلاقي قطعة جدول وقطعة تانية دايجرام. يبقى اتفقنا ان في اربع قطع في بارت A. طيب بارت A الاربع قطع دول عليهم 20 سؤال. جينا نبص في الاسئلة، 20 سؤال. الاسئلة دي متقسمة الى ثلاث انواع. اول حاجة الاسئلة من رقم 1 ل 7 زي ما حضرتك شايف كده، 1 2 3 4 5 7. تاني نوع من الأسئلة من 8 ل 14 زي ما حضرتك شايف كده. تالت نوع من الأسئلة من 15 ل 20. وكل الأسئلة اللي هي من 1 ل 20 كلهم عن الأربع قطع اللي تم ذكرهم في ورقة الأسئلة. طيب إيه الفرق بين أنواع الأسئلة دي؟ ليه مقسمها التقسيمة دي؟ بص، أول حاجة الأسئلة من 1 ل 7 عبارة عن ماتشنج، توصيل. يعني ايه؟ بيقول لك اين تم ذكر المعلومات الاتية. Decide which text A, B, C or D the information comes from. جت منين المعلومات الاتية؟ اين تم ذكرها؟ في اي باراجراف؟ انا اتفقت معاك ان في اربعة باراجرافز موجودين في ورقة الاسئلة. مثلا ال procedures of delivering pain relief، أين ذكرت؟
المفروض حضرتك تقول له ايه او بي او سي بس. ولذلك إجابة أول 7 أسئلة بنكتب في النقط دي حاجة من 4 A أو B أو C أو D على حسب أين تم ذكر هذه المعلومة. عشان كده ده سؤال توصيل، توصيل أين تم ذكر المعلومة دي، فأنا بكتب الباراجراف رقم كذا مش أكتر من كده. طيب هننزل تحت السؤال من 8 ل 14 إيه مشكلته؟ السؤال من 8 ل 14 عبارة عن دايركت question، يعني بيسأل في معلومة تم ذكرها في الباراجرافات الأربعة. What should be used to elevate a patient's fractured leg؟ أستخدم إيه عشان أرفع رجل العيان المكسورة؟ هذه المعلومة قطعا تم ذكرها في أحد الباراجرافات الأربعة A أو B أو C أو D. بقوم رايح للمعلومة مكانها فين وأقوم واخدها كوبي كوبي. وبالك زي ما هنتكلم في الآخر هقول بعض الملحوظات، السبيلينج والكتابة الصحيحة كريتيكال في الريدينج، لأن ما يصحش إن أنا أكتب حاجة من قطعة هي مكتوبة قدامي وأروح أكتبها غلط. السبيلينج على عكس الليسننج، إحنا كنا بنقول في الليسننج في بارت A لو كتبت سبيلينج غلط لكن النطق واحد هو نفس نطق الكلمة الأصلية وما غيرتش معنى الكلمة، فبنقولنا بتتحسب صحيحة سواء كان جرامر سواء كان بانكتويشن أو السبيلينج، كنا قلنا ما فيش فيها مشاكل. لكن هنا الموضوع كريتيكال جدا، لازم تنقل من القطعة كوبي بيست كوبي بيست. طيب هنا أظن واضحة جدا من 8 ل 14 الأسئلة واضحة جدا، عبارة عن دايركت كويشن، هذا الكويشن بجيب إجابته من القطعة، كلام بسيط خالص. طيب آخر نوع من الأسئلة من 15 ل 20 عبارة عن كويشنز برضو لكن كومبليت incomplete sentence، سايب كلمة أو شايل كلمة أو short phrase من نص كده، وهذه الكلمة أنا هجيبها من القطعة. زي مثلا falling on an outstretched hand is a typical cause of نقط of the elbow. هذه المعلومة قطعا ذكرت في أحد الباراجرافات الأربعة. أنا كل اللي أنا بعمله إن أنا بروح للباراجراف أشوف الإجابة فين وأحط الإجابة مكانها. يبقى عندي 3 أنواع من الأسئلة. أول نوع من الأسئلة matching أين ذكرت هذه المعلومة، تاني نوع من الأسئلة direct question بعلامة استفهام في الآخر، ثالث نوع من الأسئلة complete the sentence. تمام؟ كلام بسيط خالص. طيب أظن من الجلي الواضح إن أول 7 أسئلة إجاباتهم هتبقى A أو B أو C أو D، بعد كده من 8 لحد 20 هتكون إجابتهم إما كلمة word أو short phrase أو كلمتين لتلات كلمات. تمام؟ ده بار A. تيجي نخلص الاستراتيجي بتاع بارت A قبل ما ندخل في الاستراتيجي والاستراتيجي بتاع بارت B، يبقى أحسن عشان نبقى إيه؟ نبقى يعني concentrated شوية في الحتة دي بحيث نخلص منها خالص وما نرجعش تاني لبارت A. طيب قدامك المعادلة الصعبة، 15 دقيقة 20 سؤال 4 باراجرافات، معادلة صعبة. إما كنتش أنت ماشي باستراتيجي محترمة استحالة تقدر تحل ال 20 سؤال تقرأ ال 4 باراجرافات في 15 دقيقة. طيب هنعمل إيه؟ زي ما تعودنا أنا كل هدفي إزاي أنجح، أعمل إيه 1 2 3 بخطوات واضحة صريحة تكون أفضل استغلال للوقت والقدرات. بشكل عملي جدا هنعمل الآتي. رقم 1، هتفتح ورقة الأسئلة وفي نفس الوقت هتفتح ورقة الإجابة، بمعنى ورقة الإجابة اللي فيها الأسئلة دي وورقة الباراجرافات الأربعة الاتنين يكونوا مفتوحين قدامك، لأنك هتبص هنا وهتبص هنا في نفس اللحظة. ده رقم 1، ودي خطوة بديهية جدا الكل اللي مفروض هيعملها تلقائي. ده رقم 1. رقم 2، قدامك 15 دقيقة، أولا لازم هتقرأ الباراجرافات الأربعة وبعد كده هتروح للأسئلة. طيب أقرأ الباراجرافات الأربعة في كام دقيقة؟ بناء عن أبحاث كتير وبناء عن تجارب وبناء عن خبرة أنا بقول لك اقرأها في 3 دقائق 3 minutes. الباراجراف A و B و C
ودي in 3 minutes. في 3 دقائق بناء على خبرتي 3 دقائق هتديك درجة من الإتقان كافية إنك تحصل معلومات من البراجرافات الأربعة. أقل من 3 دقائق هتكون بالكاروت ومش هتلحق تحصل حاجة من البراجرافات الأربعة. أكتر من 3 دقائق هيتبقى لك وقت قليل جدا مش هتلحق تخلص فيه 20 سؤال. أنت واقف في معادلة صعبة. لو قرأت البراجرافات الأربعة قراءة كروتة بسرعة وما حصلتش منها حاجة هتسيب لي الأسئلة دي وقت طويل لكن كل سؤال منها هتضطر ترجع تاني للقطعة وتقعد تدور عليه لأنك أنت ما قرأتش كويس من المرة الأولى، ما فيش أي تحصيل خالص. فكأن قراءتك الأولانية اللي هي الكروتة دي كانت هي وعدمها سيان، ما فيش منها نفع، فكده ضيعت وقتك على الفاضي. في نفس الوقت لو واحد مسك البراجرافات دي كلها اللي هي الأربعة وقعد يقرأ بتمعن زيادة عن اللزوم ودخل في تفاصيل ملهاش لازمة هيعدي الثلاث دقايق، ممكن يقعد أربع دقايق أو خمس دقايق. اتبقى العشرين سؤال دول إيه؟ عشر دقايق مثلا من 15 دقيقة. رغم إن هو متمكن من محتويات القطعة إلا إنه مش هيلحق يخلص برضو العشرين سؤال. طيب أفضل توقيت إيه بناء على اللي أنا شفته وجربته؟ 3 دقايق بيرفكت. الثلاث دقايق هتقرأ فيهم البراجرافات الأربعة هيبقى لك بالظبط 12 دقيقة. 12 دقيقة أكثر من كافي أنك تحل الأسئلة دي، بمعنى بشرط أنك تكون قرأت الأربع براجرافات في الثلاث دقايق بإتقان إلى حد ما. طريقة القراءة إيه؟ بص كده، في ثلاث أنواع من القراءات في الريدنج التست عاوزك تبقى أوير بيهم. في قراءة اسمها سكان ريدنج. سكان ريدنج يعني ايه سكان ريدنج؟ انا بقرا الكلام بفهمه لكن مش ببقى بطيء قوي في الكلمه، يعني بقرا كده بعيني بفهم المحتوى، وبوصل لمعلومه، حرفيا بوصل لمعلومه. لكن هدفي الاساسي في السكان ريدنج هو معرفه مكان المعلومه وليس المعلومه نفسها. يعني مثلا الفراكشر مثلا او مش عارف تريك ان ذا بول اوفن كير مش عارف دايركت لا بلا 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 توستنج كذا كذا، خلاص عرفت ان مكان الديفينيشن بتاع الفراكشر مكانه هنا. الكلينيكال بيبقى ايذر تمام كلوز او كومباوند، خلاص عرفت ان التايبز بتاعت الفراكشرز موجوده هنا، انا لا يعنيني المعلومه بقدر ما يعنيني مكانها. الديسليكيشن عرفت ان الديفينيشن بتاع الديسليكيشن موجود هنا تمام. سبرين برضو عرفت ان ايه الديفينيشن بتاعه موجود هنا. يبقى انا خلصت بارت A، هل انا عرفت الفراكشر نفسه ديفينيشن بتاعه ايه او الديسليكيشن ديفينيشن بتاعه ايه؟ ممكن اكون عرفت حاجه بسيطه، لكن عرفت جدا 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 ان هذا الباراجراف عباره عن ديفينيشنز اللي هي التعريفات. يبقى انا نزلت تحت مثلا للسمبل فراكشر اوف ذا ليمب اعمل ايه؟ اميديت مانجمنت، خلاص عرفت ان هنا المانجمنت بتاع مين؟ بتاع الفراكشر تمام. كذا 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 هقرا، ايوه هقرا، انا مش هسيب كلمه زي ما هقول كمان شويه، انا مش هسيب كلمه عيني مش هتعدي عليها، لكن انا بوزع تركيزي. بوزع تركيزي ازاي؟ ان انا بيبقى هدفي الاساسي ان انا اعرف مكان المعلومه وليس المعلومه نفسها. هاخد فكره عن المعلومه، لازم اخد فكره عن المعلومه، لان اي كلمه من دي هي ممكن تكون مفتاح السؤال، لكن انا هدفي الرئيسي في السكان ريدنج ان انا اعرف مكان المعلومه rather than ان انا اعرف المعلومه نفسها تمام. يبقى اتفقنا سكان ريدنج في غضون 3 دقائق للباراجرافات الاربعه. اتفقت معك ان هدفك الاساسي انك تعرف مكان المعلومه اكثر من انك تعرف المعلومه نفسها. طيب هل اسيب كلام؟ يعني وانا بقرا كده انت بتقول لي سكان ريدنج اعرف مكان المعلومه احسن ما تعرف المعلومه نفسها، هل هسيب الكلام مثلا لما اجي اعمل هنا immediate management خلاص عرفت ان في المانجمنت هنا، هسيب مثلا الكلام ده مش هقراه؟ لا، لازم تقراه. مفيش كلمه واحده في الباراجرافز الاربعه تسيبها، اي كلمه من الباراجرافز دي قد تكون هي السؤال، قد تكون هي السؤال. عشان كده ده مختلف عن الليسننج شويه. الليسننج كنت بقول في keywords، كان في keywords في الليسننج اللي هي works as، كنت بحط خط تحت works تمام. treatment مثلا حاجة أو محط خط تحت treatment.
لكن هنا ما فيش كي ووردز لانك انت مش عارف السؤال جاي لك فين، السؤال هيجي فين مش عارف، عشان كده انا لازم كل كلمه هعدي عليها بعيني. لكن في فرق بين كلمه محوريه او حاجه سبيسيفيك تدلني على ما يقوله هذا المقال، او حاجه تانية بتبقى ديتيلز بسيطه. معنى immediate management ده انا هركز فيها، هركز في كلمه immediate management نفسها. يعني ايه؟ عرفت ان ازاي اتصرف مع simple fracture في الليم، المعلومه ذكرت هنا. انا ركزت ليه مع الكلمه بتاعه immediate management دي؟ لانها هتدل على مكان معلومه، مكان المعلومات هنا اللي هي immediate management. طب هنزل تحت كده مش عارف external hemorrhage by pressure plunge مش عارف direct pressure، هقراهم هقراهم، لكن انا هقعد بقى اركز في الكلام ده قوي لا مش هركز فيه، بس قراتهم عيني عدت عليهم. هو ده القصد. انا مش عارف اقربها لك ازاي اكتر من كده، الموضوع محتاج خبره ومحتاج ممارسه، لكن انا مع الممارسه عينك هتبقى هتركز قوي مع الكلمات اللي هي بتقسم موضوع الباراجراف، الكلمات اللي هي اللاينز، الكلمات اللي هتديك بعد تحتها تفاصيل، والتفاصيل هتمشي معاها بعينك مش اكتر. ده اسمه سكان ريدنج. الكلام ده محتاج ممارسه ومحتاج خبره ومحتاج تطبيق. اتفقت معاك؟ هتفتح ورقه الاجابه ورقه الاسئله. رقم 2، سكان ريدنج في 3 دقائق، اتدرب عليها، لازم تتدرب عليها في 3 دقائق. طيب من الاسئله الشائعه يقول لي في 3 دقائق انا ما بلحقش اقرا كله. لا، سرع. طيب انا هسرع، مش هلحق اقرا باتقان، مش مشكله. انا بقول 3 دقائق ده المحور الثابت او العامل الثابت، اتقانك هو اللي هيتغير. بمعنى 3 دقائق ظبط درجه اتقانك بما يسمح لك انك تقرا في 3 دقائق، المهم يبقوا 3 دقائق. اتقانك هيقل؟ اه طبعا. انا مش هقرا الاربع باراجرافات دول في 3 دقائق وهكون متمكن منهم 100%، لا، انا هقرا طبعا بسرعه، وفي حاجات هتقع مني، هتقع منك، لكن صدقني بعد ال 3 دقائق دول هتبقى سربرايزد بمقدار الانفورميشنز اللي انت اخذتهم من الاربع باراجرافات دول. رقم 1 فتحنا الورقتين على بعض، رقم 2 سكان ريدنج في غضون 3 دقائق بيرفكت، ما تزيدش عن 3 دقائق، وحبذا ما تقلش عن 3 دقائق. لو قلت عن 3 دقائق وقدرت تحصل معلومات يبقى انت كويس، يبقى افضل، هتدي وقت اكتر للاسئله. تمام، ممكن يبقى فيه فاريشنز، انديفيديوال فاريشنز في الحكايه دي، لكن ما تزيدش عن 3 دقائق، اقل من كده ماشي، ان استطعت انك تحصل من الاربع باراجرافات وكانت قدراتك احسن مننا. طيب سؤال كمان، ممكن واحد وهو بيقرا في الثلاث دقايق انا مش فاهم، انا مش فاهم الكلام. من 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 الحاجات اللي موجوده في الريدنج ان الفول اندرستاندنج مش مطلوب عشان تحل. يعني ممكن تكون مش فاهم الكلام قوي، طبعا مش حكايه مش فاهم يعني مش فاهم خالص، لا مش فاهم قوي، في حاجات واقعه منك لكن هتحل. فعشان كده ما تتخضش لو الكلام تقيل او الكلام مش مفهوم ككل، يعني بالتفاصيل الدقيقة مش مشكلة، ما تقلقش كمل، يعني ما تقلقش. طيب أنا حاليا قرأت الأربع باراجرافات دول في غضون 3 دقايق، على طول أرجع لمين؟ لورقة الأسئلة. طيب قدامي 20 سؤال متقسمين 3 أنواع، أبدأ منين؟ يفضل إنك تبدأ من السؤال رقم 8، وأول 7 أسئلة دول هسيبهم. ماشي، أول 7 أسئلة دول هسيبهم، لا هرجع لهم تاني. طب إيه الغرض من كده؟ الغرض من كده إن أنا عم أبدأ في السؤال رقم 8، زي ما اتفقنا من أول سؤال رقم 8 هيسألني في معلومات قد ذكرت في القطعة. تمام؟ فأنا عم أحل السؤال رقم 8 و9 و10 لحد السؤال رقم 20، أنا برجع للقطعة مع كل سؤال. بمعنى What should be used to elevate the patient's fractured leg؟ هرجع للقطعة على طول. المفروض typically او بيرفكتلي، المفروض ان انا لما قرات القطعه اللي فاتت في 3 دقائق اكون الى حد ما اوير باماكن المعلومات. المفروض تيبيكالي لما اقرا سؤال زي ده، سؤال رقم 8 ده، لما اقراه المفروض تيبيكالي او بيرفكت ان انا اكون عارف مكانه فين او تم ذكره فين الى حد ما بنسبه 90%. عشان كده تيبيكالي المفروض هتلاقيني قمت راجع على طول للباراجرافات الاربعه، غالبا هكون عارف مكانه فين، غالبا هكون عارف مكانه فين هنا مثلا في الباراجراف ده،
وغالبا هكون الى حد ما متذكر مكانه فين كمان في الباراجراف الى حد ما، الى حد ما. طب بص انا عيني جت عليها على طول اللي هي اللي في ذا لم مش عارف سلانج فور ذا ارمي بلا 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 بلا. يعني هي دي الاجابه. هقوم راجع تاني وكاتب الاجابه هنا. اتفقت معاك؟ كوبي بيست، لازم كوبي بيست، يعني انت لو غلطت في السبيلنج غلط لازم تكتبها صح. طيب ما قلتليش برضو انا بدأت من 8 ليه؟ ما هو السؤال رقم 8 خلانا ارجع تاني للقطعه واستزيد فيها وارجع اقرا فيها تاني، والسؤال رقم 9 نفس القصه، السؤال رقم 9 هيرجعني تاني للباراجرافات عشان ادور عليه. وحته ادور عليه دي معناها ايه؟ معناها ان انا غالبا هكون عارف مكانه او ممكن ما اكونش عارف مكانه، هضطر اقرا تاني كده على السريع على السريع على السريع على السريع لحد ما اوصل لمكانه. كل قراءه للقطع، كل ما تقرا في القطع اكتر كل ما هتعرف وهتفهم معنى القطع ومحتواها اكتر. طيب مع كل سؤال هتحله 8 9 10 11 12 لحد ما توصل للسؤال 20 هتكون اكسبيرت، هتكون خبير وهتكون قارئ الاربع قطع كاملين بعمق كبير جدا وفاهم فيهم كل كبيره وصغيره وعارف محتوى كل باراجراف ايه بالظبط. فلما ترجع تاني للاسئله من 1 ل 7 هتلاقي الامر سهل عليك جدا اللي هو الماتشنج. يعني السؤال رقم 1 بيقول لك اين ذكرت البروسيجرز بتاعت الديليفرنج بين ريليف. هتلاقي السؤال ده بسيط جدا بالنسبه لك، هتلاقي هذا السؤال بالنسبه لك بسيط جدا. ليه؟ لانك طيب طيب يا جماعه نعمل بس ميوت ميوت للمايك بعد اذنكم ثانيه واحده. طيب نرجع تاني. دي الكويشن بيبر. انا بتكلم في نقطه ان انا ببدا من السؤال رقم 8 ليه؟ لان بنهايه السؤال رقم 20 من 8 ل 20 انا بضطر ارجع للقطع مع كل سؤال. مع كل سؤال انا هستزيد اكتر واكتر في فهم القطع ومحتوياتها. لما اجي ارجع تاني للسؤال رقم 1 ل 7 هتلاقي الامر سهل عليك جدا، هتحل السؤال من 1 ل 7 في ثواني لان انت اصلا قرات القطع اكتر من مره في الاسئله الاخيره. عشان كده نسترجع تاني بس الـ 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 الخطوات اللي هنعملها. رقم 1 هفتح ورقه الاجابه ورقه الاسئله 2 قصاد بعض. رقم 2 هقرا الاربع باراجرافات فيما لا يزيد ولا يقل المفروض يعني تيبيكالي عن 3 دقائق. رقم 3 هرجع للاسئله، هبدا بالسؤال رقم 8 لحد السؤال رقم 20 وبعد كده هحل السؤال من 1 للسؤال رقم 7. تمام. طيب بعد الرولز بس او بعد الملاحظات اخيرا عشان ننتهي من بارت A. رقم 1 زي ما اتفقت معاك اي حد في الدنيا قادر على حل بارت A بالكامل لو اتيح له الوقت الكافي، لان ادي القطعه وادي الاسئله فطبيعي طبيعي جدا ان انا هعرف اجيب طبيعي الاجابات من القطعه. لكن المشكله كلها في مين؟ في التايم. عشان كده التايم مانجمنت هو المحور في الاستراتيجي بتاعتنا. طيب رول نمبر 2، ما تقلقش لو لقيت القطعه تقيله مش فاهم فيها الكلام كله عادي. معظم القطع بتبقى فلسفيه شويه، ممكن يبقى فيها كلمات صعبه، لكن ما تقلقش معظم الاسئله برضو لا تحتاج فول اندرستاندنج للقطع. طيب رول نمبر 3، السبيلنج زي ما اتفقنا كريتيكال، بمعنى لما اخد اجابه من القطعه احطها في مكانها باخد كوبي بيست، ارسمها ارسمها حرفيا ارسمها، لان عيب 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 لما يكون الاجابه قدامي وفي نفس الوقت راح اكتبها غلط، يعني حتى شيء مستفز. طيب الرول نمبر 4. طيب حاجه كمان برضو، ما تستخدمش بارافريزنج، ما ينفعش استخدم بارافريزنج. يعني ايه؟ خد الكلمه تيبيكال زي ما هي وهنحطها زي ما هي، لان ما ينفعش استخدم كلمه بمعناها، ما ينفعش اعمل بارافريزنج للاجابه. هي الاجابه ذكرت في القطعه تيبيكال زي ما هي. تمام. مثلا سويلنج، تمام، اخد سويلنج ما اكتبش مثلا ايه انلارجمنت، ما اكتبش اديما، سويلنج زي ما ذكرت تيبيكال بكتبها بنقلها من القطعه زي ما هي. ما ينفعش ازود كلمات من عندي،
تمام، لا كلمات من عندي ولا بارافريزنج ولا اي حاجه. الموضوع باختصار ان انا باخد من القطعه بالنص. تمام. طيب حاجه كمان، بعض الناس هيقول لك طب ما انا ممكن وانا بقرا اعلم على الكي ووردز. الكي ووردز ماشي انا معاك، بس صدقني صدقني مش هتعرف تطلع كي ووردز في حته الريدنج. ليه مش هتعرف تطلع كي ووردز؟ لان السؤال انت مش عارف هو جاي فين، يعني حضرتك مش عارف السؤال هيجي فين هنا. فكي ووردز من وجهة نظرك ممكن ما تكونش كي ووردز من وجهة نظر وضع السؤال. يعني مثلا حاجة زي الحتة اللي تحت دي lower end of dose، تمام، في البيشنت اكبر من او يساوي 70 سنة. ممكن دي تيجي سؤال، يعني اقول لك البيشنت الاكبر من او يساوي 70 سنة ادي لهم دوز ايه، تمام، عشان اقول له lower end of dose range. هل دي منطقية تبقى keyword؟ طب انا هعرف منين انها keyword؟ عشان كده قلت لك ما تسيبش كلمة عينك ما تعديش عليها. السؤال قد يأتيك من اي حتة، قد يأتيك في اي كلمة من الكلام ده قد يأتيك هذا السؤال. في نفس الوقت ما بركزش مع التفاصيل. بمعنى مثلا حاجة زي دي الدوز مثلا، تمام، الدوز بتاعتي كذا، هل انا هتقرا 1/10 ل2/10 مللي جرام بالكيلو جرام؟ انا مش هقرا، انا عرفت خلاص ان الدوز هنا. ما يعنيني هو مكان المعلومه اكتر من المعلومه نفسها. يعني مثلا هقعد اركز هنا انيشال دوز مش عارف 2 كذا كذا كذا، بعد كده تزود سلو ريبيت. انا الكلام ده لا تعنيني المعلومه بقدر ما يعنيني مكان المعلومه. خلاص انا عرفت الدوز موجوده هنا من الجدول، هرجع لها لو طلبها. هو حد فهم انا قصدي ايه؟ انا قصدي انك تعرف مكان المعلومه اكتر من انك تعرف المعلومه. طب هل ده معناه ان انا ما اقراش؟ لا، عيني هتمر بسرعه كده 2 كذا كان ليه. انت عارف الكلام ده هو ممكن يذكر فيه ملحوظه زي دي، يعني ممكن في وسط الكلام ده اهو يوم جايب الملحوظه ده ان البيشنت اكبر من 70 سنه بياخد كذا، يذكرها انا اهو في النص اهو. فانا عيني بتمر بسرعه كده ليه؟ عشان الكلمات الخفيه زي دي، لان شفت كتير جدا مثلا ملحوظه زي دي تذكر هنا، وبعد كده يجي السؤال ايه؟ يجي السؤال في الحته دي، في الكلمه ده، في الملحوظه دي، فانت تقعد تلف عليها تقول الكلمه دي لم تذكر في اي حته، انا ما شفتهاش. لا، لو عينك بتمر بسرعه على الكلمات هتعرف انها ذكرت هنا مع الدوز، مع ريكومندد دوز. بس ده اللي انا اقصده سكان ريدنج، انا بقرا ما بسيبش كلمه عيني ما تعديش عليها، لكن في نفس الوقت اهتمامي الاكبر بمكان المعلومه اكتر من المعلومه نفسها. تمام، اكتر من المعلومه نفسها. عشان كده بقول لك ان مفيش كي انت هتجيب كي ووردز منين؟ انا هجيب كي ووردز منين؟ هعرفها منين؟ يعني هحط خط تحت الدراج والفورم والسترينس، طب ما طبيعي ما هي محطوطه. تمام، العناوين ما طبيعي محطوطه. الاسئله بتيجي فين؟ هل لازم تيجي تحت عنوان؟ لا، مش لازم تيجي تحت، ممكن تيجي في اي كلمه من الكلمات دي. تمام، انت عارف ممكن يقول لك ايه؟ ان الكزوند اهو هو السؤال، يقول لك في ريسبيراتوري ديبريشن بدي ايه؟ تمام، الكزوند، هل ده كي وورد؟ يعني انا احط ده كي وورد؟ طب انا اعرف منين كي وورد؟ عشان كده هنا القصه، انا بقول لك ان مش هتعرف تحط كي وورد. تايم ليفت ليس ذان 1 من لسه دقيقه واحده وهيفصل البتاع اللي هو طيب اقل من دقيقه نخلص، بس عشان بارت نخلص منه خالص. انت قدامك 35 ثانيه لكل سؤال، ما توقفش عند السؤال اكتر من 35 ثانيه. ليه؟